شكرا لكم. أهلا وسهلا. معي كمان الأخ كريستيان، أهلا وسهلا بك، تفضل معك 7 دقائق من الآن. أولا يعني نبدأ بالسلام، سلام المسيح على الشيخ هشام، ونرحب به معنا في البرنامج، وأتمنى أن يكون هذا النقاش أن لا يأتي بضغينة بل أن يأتي بالحقيقة. السيد هشام قال أولا أن القرآن أو محمد دليل إثبات وجوده كرسول أنه أتى بمعجزات، وأنا طبعا يعني أستغرب ما هي هذه المعجزات. القرآن يتكلم عن أشياء ليس لها علاقة بالحقيقة ومليء بالأخطاء العلمية التاريخية اللغوية، وحتى أن محمد نفسه لم يصدق أنه كان نبيا. فإذا ما ذهبنا إلى سورة يونس تقول الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي أن محمد كان يشك بأنه هو نفسه رسول. وهنا أنا أتساءل يعني كيف يكون محمدا رسولا وقد رأى جبريل وقد أمسك به جبريل وعصره مرات عدة وقال له اقرأ، ثم لا يزال محمد في شك من أمره وهو لا يعتقد بأنه رسول، ثم يقول له ربه إن كنت في شك اذهب واقرأ الذين يقرؤون واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي الذين هم المسيحيين واليهود. ونحن نعلم جميعا أن المسيحيين واليهود أعطوا رأيهم بمحمد ورفضوه، وبالتالي فهذه الآية تثبت بأن محمد ليس برسول، لأنه الدليل الوحيد على ما قاله محمد بأنه رسول هو أن يسأل المسيحيين ويسأل اليهود. ثانيا يقول الشيخ هشام أن هذا الكتاب كتاب سماوي، يعني معنى كلمة سماوي أن يكون هو وحي، والقرآن يقول ما هو إلا وحي يوحى، ولكن كلنا نعلم أن محمد لم يكلم ربه ولم يرى ربه ولم يستمع إلى ربه ولا ربه استمع إليه، وإنما محمد يدعي بأن هناك شخص أتى إليه على شكل رجل، على شكل أعرابي مرة، وعلى شكل ملاك ب600 جناح. وطبعا القرآن يقول بأن الملائكة لها 3 و4 مثنى و3 من الأجنحة، ثم يأتي محمد ويقول أن جبريل له 600 جناح. طبعا هذا يكشف أن هناك تلفيق في الكلام وتعارض مع القرآن. ثم يقول الشيخ الحسيني أن هذه الرسالة وهي الإسلام يعني قد أدت إلى نشر السلام والوئام. يعني أنا أسأله يا شيخ ألست أنت من العراق؟ ولسنا نرى كل يوم في العراق مذابح تذبح باسم الدين وباسم الإسلام وكلهم من المسلمين والقاتل والمقتول مسلم؟ أليس محمد وأتباع محمد بل وأحفاد محمد قتلوا على يد المسلمين والإسلام؟ أليس الإسلام من انتشر بالسيف والقتل والإرهاب؟ أليس رسولك في كتابه وقال يعني أنه سوف يلقي الرعب في قلوب الناس؟ فأين السلام؟ أن تلقي الرعب في قلوب الناس؟ ناس لم يعادوك، ناس لم يحاربوك، رسول الإسلام أرسل 3 رسائل إلى ملك كسرى وإلى ملك إثيوبيا وإلى ملك الرومان، وقال لهم بما فيه بمعنى إما أن تسلموا أسلم. ثم يقول لنا الشيخ أن الإسلام انتشر ونشر السلام إلى آخره. الرومان لم يقاتلوا، الفرس لم يقاتلوا، وحتى الإثيوبيين قد حموه وقد آووه، فإذ به يتنكر للمعروف ويهاجمهم. ثم يقول الشيخ أن الإسلام أتى بنظام منهجي أو منهج العبادة. أصلا الإسلام لم يأتي بأي عبادة، فالدوران والطواف حول الكعبة كان موجود وهو طقس وثني، وتقبيل الحجر الأسود طقس وثني، والحجر الأسود كان عبارة عن فرج المرأة قبل الإسلام، والآن حتى الآن الصفا والمروة، حتى أن المسلمين قالوا حينما يعني طلب منهم أن يقوموا بالصفا والمروة لم يعجبهم هذا الشيء، فقالوا لمحمد يعني كيف نفعل ما فعله الكفار؟ فأتت الآية وهي تقول يعني وإنما الصفا والمروة يعني هي من طقوس الله، ولا سن ولا يعني ولا خطيئة ولا 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 جناح عليكم أن ترتكبوها، وكأنما يقول يعني لا بأس أن ترتكبوا الخطيئة. فإذا محمد أخذ ما كان يأتي به الوثنيون وجعله جزء من دينه، ثم قال لنا الشيخ هشام أن هذا دين جديد وأعطى منهجا للعبادة. محمد تارة يصلي إلى الشرق، تارة يصلي إلى الغرب،
طارة يصلي إلى القدس، وإذ به فجأة بعد أن قتل اليهود والنصارى يتوجه بالصلاة إلى مكة ويتحول دينه كله إلى مكة، وكأن مكة لم تكن يوما موجودة. والمسلمين يقول لنا أن الكعبة كانت مبنية وهي بيت الله الأقدس، ثم لماذا كان يصلي إذن إلى القدس؟ ونضيف على هذا بأن السيد هشام يقول أن المسلمين مليار ونصف ونحن مليار ونصف. على ما يبدو السيد هشام لا يعيش في هذا العالم، نحن أكثر من 3 مليارات في هذا العالم يا أخي العزيز. أما عن وأد الأولاد وهذا فعلا شيء غريب، لأن الشيخ الهاشمي على ما يبدو أنه لا يقرأ القرآن، لأن القرآن يقول ببساطة بأن الذين وأدوا أولادهم كانوا يعني كانوا يؤدون الأولاد بناء على أمر الله، لا يعني لو شاء الله لما فعلوا، هذا ما قاله القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام الآية 137 تقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله ما فعلوا، أي أن قتل الأولاد ووأد الأولاد كان من أمر الله وفعلوه بأمر الله وبمشيئة الله لديهم. وهو قد نسي بأن المسلمين يؤمنون بالقدر، فأن تؤمن بالقدر خيرا وشرا، وبالتالي فإن كل ما قدر للإنسان هو كان بالأصل مكتوبا في كتاب الله، وبالتالي فهو يفعل ما فعل الله وما قال الله وما خصص له الله، وبالتالي لا ليس له ذنب، فهو يرتكب جريمة أو يرتكب يعني أمرا جيدا هو ما كتب له قبل حتى أن يولد. وهناك حديث وهو مذكور في كتب الشيعة أيضا أن موسى وآدم قد تحاجوا، فقال يعني موسى لآدم يعني أنت من طردنا من الجنة، يعني بسببك نحن طردنا من الجنة. فإذ بآدم يقول له: ألست ترى هذا؟ أخ كريشن، سيد كريشن، وقتك قد انتهى، شكرا. أعطي الفرصة الآن للشيخ هشام للرد، لديك 5 دقائق فضيلة الشيخ، تفضل. شيخ هشام معنا؟ كمان عندنا عطل فني ثاني، طب اعطينا الصوت إذا كان ما في صورة يعني. أورايت، أعزائي المشاهدين، أعطونا لحظات قليلة وبعدها نرجع إليكم لإصلاح هذا العطل الفني. أنتم تعرفون أن الإنترنت دائما غير مستقر، فبعض الأحيان يقطع وبعض الأحيان يرجع، فنأسف لهذا الانقطاع وسنكون معكم بعد لحظات مع الشيخ هشام الحسيني. وموضوع اليوم: هل محمد نبي من الله؟ بالنسبة للمسلمين فإن التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل كما سمعنا، فهم يؤمنون ويعتقدون أن الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة، أي الوحي في الإسلام. وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد، يعني ما تقدرش تنتقد أي شيء، فأن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه، وأن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد. مرة أخرى، عنوان حلقة اليوم هو: هل محمد نبي من الله؟ أهلا وسهلا فضيلة الشيخ مرة أخرى. فضيلة الشيخ معنا على التليفون. يا عزيزي معاك. طيب تفضل، عندك 5 دقائق ترد على السيد كريشن، تفضل. طيب ايضا ما اعرف ليش ده ينقطع، بس راح الان اجى الصوت اعتقد مره اخرى. طيب خليك صوتك مسموع هلا في الاستوديو معنا، خليك على التليفون. الو الو، معنا الشيخ هشام؟ نعم معك. تفضل، معك 5 دقائق لترد على السيد كريشن إن شاء الله. تفضل. طبعا أنا متعجب من شيء واحد. نعم. إن الإسلام بالأحرى الإسلام والمسيحية واليهودية هذه أديان سماوية تدعو إلى المحبة. أنا أتعجب لقساوة
قلب الكريستيان أو الشخص الذي معكم، وإن روح القدس إذا دخل في قلب تدخل معه المحبة، وإن المسيحية أو عيسى هو دين هو 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 رسول المحبة. على كل حال أنا ألمس شيء من الهجومية وشيء من العداء. على كل أنا سوف أحاول أن أجيب على هذه النقاط، لكن لا أعرف لماذا تتسم هذا الأسلوب بالهجومية وبالعداء، لأن الدين هو دين محبة، والذي يحب الله يحب الإنسان. من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. وانظر إلى أسلوب عيسى بن مريم مع ماريا المجدلية ومع الآخرين. فأرجو أن تتحلى بالحكمة وباللياقة. على كل حال شيء هذا يتبع لك، وكل إناء بالذي فيه ينضح. على كل خليني أنا أحاول أن أرد عن بسرعة لأن معك 3 دقائق. تفضل. يعني راح الدقيقتين. على كل حال ادخل في الموضوع مباشرة. على كل حال إن شاء الله الدين الإسلامي يتصف بالعدالة، وإن شاء الله أرى شيء من العدالة هنا. على كل حال أنا سوف لا أهاجم، أنا أستطيع أن أهاجم المسيحية من خلال عبادتهم للإنسان، ومن خلال تأليههم للإنسان، ومن خلال أنسنة الإله وتأليه الإنسان. أنا أقدر أهجم بنفس الطريقة التي هجمتم بها، ولكن لا أعرف إلى أين سوف ننتهي. خليني أناقش شغلة واحدة، أن القتل والإرهاب الذي يدور في الشرق الأوسط وفي العراق هو من صنع الغربي أولا، وليس من صنع الشرق. هو من صنع الذين يخافون من الإسلام أن يتقدم، يخافون من الإسلام أن يكتسح الأرض، يخافون من الإسلام أن يستوعب كل الأرض وكل الدنيا. لذلك حاولوا أن يزرعوا بيننا إرهابيين خرجوا من مدارس غربية وعلموهم الحقد والكراهية والقتل، لذلك لأجل أن يسيئوا إلى سمعة الإسلام، ويسيئوا إلى سمعة محمد، ويسيئوا إلى القرآن. والله أتحداك، أعطني أي معجزة سوف أعطيك واحدة منها أو أكبر منها في القرآن وفي الإسلام. ولكن يا أخي الدين هو ليس حرب مع اليهودية وليس مع النصرانية، بل هو مكمل لها. فيجب من المؤمنين المسيحيين والمؤمنين من اليهود والمؤمنين من المسلمين أن يتكاتفوا لأجل إصلاح هذا العالم. العالم يتدهور، العالم يتفجر، وأنت هنا تهاجم وتتحدى وتعادي. يا أخي أنزل سيفك، ولنستحي من عيسى بن مريم، ولنستحي من العذراء، ولنستحي من التوراة والإنجيل الذي جاء هدى ونورا للعالمين. كفى هذه الهجومات وكفى هذه الاتهامات. على كل أنت حر، وممكن يمكنك أن تعكس ما في دينك، ولكن أقول بأن المسيحية مظلومة من خلال هذا الأسلوب، وأنا سوف لن أنزل إلى مستوى هذه المهاترات. أولا إذا سألتني لماذا محمد كان يصلي نحو القبلة الأولى بيت المقدس، لأن أباه إبراهيم هناك، لأن موسى هناك، لأن عيسى هناك، والصلاة هي لله تعالى. وجهت وجهي لله أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله تعالى. ولكن أراد محمد وأراد الله أن يبين بأن الإسلام هو مصدق للذي بين يديكم من التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه. إذن هنالك مساحة نلتقي بها، وهنالك مساحة جديدة، لأن الإنسانية بعد كل 500 سنة تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى تسديد، خصوصا حينما يعبد الإنسان إنسانا ولا يعبد الله الواحد الأحد. وهنا أتحداك يا أخي، مثل ما هاجمتني أهاجمك. أتحداك إن جئتني بالإنجيل بكلمة واحدة يقول عيسى ابن مريم عليه السلام ابن الصديقة الطاهرة، يقول أنا الله فاعبدوني، حاشا لله، إنه كلامكم وإنه كفركم وإنه إلحادكم، أنتم الذي غيرتم كلام الله وتحرفون الكلمة عن مواضعه. فكفاكم هذا التغيير وهذا التحريف، وعودوا إلى مريم، عودوا إلى عيسى، عودوا إلى النور الذي جاء من عند الله إلى التوراة والإنجيل. وكفى هجوما، لأن الذي يهاجم هو الضعيف، وإنما الذي يمد يده إلى السلام هو القوي. شكرا جزيلا شيخ هشام، وقتك انتهى. سأعطي